خلونا ناخد بعضنا وهنروح على وزارة الشباب والرياضة. لا مش على الأزمة ياها خالص، عايزين نتكلم على حاجة أحلى بكتير. ربنا ما يجيب أزمات. الحاجة الأحلى بكتير هي افتتاح أو التوجيه بفتح جميع مراكز الشباب والهيئات الرياضية علشان الناس تتفرج على ماتش الأهلي وريال مدريد. الحقيقة التوجيه جه من الوزير، وأنا عجبني بصراحة التوجيه ده قوي. قول لي ليه؟ علشان ده بيتفق مع اللي دايما بنتكلم فيه في البرنامج ده على طول، ألا وهو إيه؟ في الماتشات اللي من النوع ده اللي هي لا فيها لا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي ولا مصري ولا اتحاد سكندري ولا فيش، الماتشات اللي من النوع ده مصر بتلعب مع أسبانيا، مصر بتلعب مع أسبانيا، مش الأهلي مع ريال، مصر بتلعب مع أسبانيا. أنتوا متصورين أنه لما الأهلي يلعب مع ريال مدريد، تعال ناخد أحلى سيناريو أن الأهلي يكسب، ده أنت هنا بقى بتتكلم على القيمة التسويقية بتاعت الأهلي كله بتزيد، بتتكلم على القيمة بتاعت اللعيبة بتزيد، بتتكلم على التصنيف بتاع الأهلي بيعلى، ينسحب ذلك بالمناسبة على مجتمع كرة القدم المصرية لو صح التعبير، أو صناع نفسي كرة القدم عندنا والرياضة تبقى صناعة. حلو؟ فكل ده يفيد المشهد الرياضي المصري. فقرار الوزير حلو. وبتعبير الرياضة أقول له لعبة حلوة منك يا دكتور أشرف. قوي. خلونا ناخد معانا على التليفون أستاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. أهلا بيك. أهلا وسهلا أستاذ يوسف، أهلا يا فندم. جبت جول بصراحة. الحمد لله، ويا رب الاهلي بكره يجيب جون واثنين وثلاثه كده ان شاء الله، ويسعد جماهير مصر كلها ان شاء الله. نفسي الاهلي يكسب 6-1 نفسي الاهلي يكسب 6-1 علشان نبقى احنا وريال مدريد في نفس الحته. فلو حد قال لنا حاجه نقول له ما ريال مدريد 6-1. شوف يعني بالتاكيد مباراه مهمه جدا ومباراه مرتقبه مش لجماهير النادي الاهلي، جماهير مصر كلها، كلنا النهارده بالنادي الاهلي، كلنا بنساند النادي الاهلي، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري. في النهايه خلي بالك لما دايما بنشوف كده على الشاشات بنقول الاهلي المصري وفلامينجو البرازيلي الهلال السعودي ساندرز الامريكي وهكذا. في النهايه كل واحد هو بيلتحف بعالم بلده، ما فيش الاهلي ضد طبعا الزمالك او الاهلي ضد الاسماعيلي او كذا، في الاهلي المصري ضد فلامينجو البرازيلي او الهلال السعودي او كذا، فكلنا ورا النادي الاهلي. الحقيقه يعني كان من البدايه خالص، خلينا نوضح كده الدنيا مش ماشيه ازاي في الحته دي شويه. احنا ده دورنا يا استاذ يوسف وواجبنا تجاه كل الانديه وكل المؤسسات الرياضيه. لما الاهلي المصري بيشارك دلوقتي في كاس العالم للانديه، انا في البدايه خالص حصل تدخل بتاكيد من الوزير الاول قبل موضوع مراكز الشباب كمان، علشان خاطر ناخد حقوق للبث المباريات النادي الاهلي هنا في مصر على القنوات الرياضيه المصريه. حلو. الحمد لله قدرنا نعمل ده على مدار تواصل 72 ساعه من الوزير مع نظيره المغربي، ووجهنا للاتحاد المصري لكره القدم ان يتم ارسال مخاطبات رسميه للاتحاد الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم او اتحاد كره القدم المغربي. تواصل يعني وشويه مجهود كده كتير الحقيقه اتعملوا على مدار 72 ساعه لحد ما قدرنا ناخد مع اون تايم سبورت ان يتم اذاعه المباريات على البث الارضي. كنا بنطمع الحقيقه يعني بقول من خلال حضرتك لاكتر من كده، لكن انت عارف ان في حقوق ورعايات خاصه بالبث الفضائي للمباريات. الجهات المصريه وفي مقدمتها طبعا الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ومجموعه قنوات اون كان تجاوب اكثر من رائع، المجلس الاعلى للاعلام والاستاذ حسين زين وكل الناس المعنيين الحقيقه ساعدونا بشكل كبير جدا ان احنا نوصل لنتيجه كويسه وان يتم اذاعه المباريات. كان عندنا مشكله ثانيه صغيره جات لنا برضو يعني بعض الشكاوى صغيره كده، الارضي مش متاح والناس كلها مش لاحقه تظبط الدنيا وكده، لكن الحمد لله احنا قدرنا برضو ان من المباراه بتاعت بكره الناس كلها بدات الى حد ما تظبط امورها شويه عشان تشوف المباريات على الارضي. كان الحل بقى الثاني كمان، انت عارف حضرتك يا استاذ يوسف احنا عندنا 5000 مركز شباب موزعه على كل قرى ونجوع محافظات الجمهوريه. النهارده حصل توجيه مباشر لكل مديريات الشباب والرياضه من الوزير الدكتور اشرف صبحي ان يتم فتح مراكز الشباب والقاعات وصالات المشاهده وكل حاجه في المراكز، ويتم كمان تجهيز المراكز دي قدر المستطاع بعدد من الشاشات وتجهيزها بقى من خلال البث الارضي، والدخول للجماهير مجانا ان شاء الله بكره من بعد العصر كده هيكون المراكز جاهزه ان شاء الله باذن الله لدخول الجماهير لمشاهده المباراه باذن الله تعالى.
طب الحاجة كل عظمة. التجهيزات هيتم تنفيذها بدايه، تمت بالفعل بدايه من النهارده، ومن بكره ان شاء الله تكون مراكز الشباب جاهزه انها تذيع مباريات النادي الاهلي. عندنا هنا في القاهره مراكز الشباب الكبيره كلها خلاص تم تجهيز الشاشات فيها، زي مركز شباب الجزيره في التجمع، في متعوبه، في كل المراكز تقريبا. يعني عملنا جوله كده النهارده والوزير اطمن ان تقريبا معظم المراكز موجوده انها تذيع المباريات الخاصه بالنادي الاهلي ان شاء الله بكره. وان شاء الله يا رب يا رب يكون النهائي كده عربي خالص لاول مره في تاريخ كاس العالم للانديه، ويكون الهلال السعودي بيلاعب النادي الاهلي. وطبعا نتمنى ان النادي الاهلي ان شاء الله هو اللي ياخد البطوله، لكن في النهايه حاجه مشرفه ان يكون نهائي اكبر بطوله لكره القدم للانديه عربي خالص بين الاهلي والهلال ان شاء الله باذن الله. هتبقى حلوه فعلا لو طلع النهائي الاهلي والهلال، تبقى حلوه حلوه يعني حاجه كده غير مسبوقه، نهائي عربي في اكبر بطوله لكره القدم في للانديه، حاجه ان شاء الله. وان شاء الله ده يكون موجود باذن الله. النادي الاهلي خلي بال حضرتك، يعني لو بنتكلم في حته فنيه، الاهلي في المباراتين السابقتين ادى مباراتين هايلين جدا باداء فني رفيع المستوى جدا. عندنا ثقه الحقيقه في لاعيب النادي الاهلي اللي حضرتك اشرت ليه في الحلقه السابقه ان اهلي وزمالك وكذا، ده لمسينه على فكره يا استاذ يوسف. لا في حاله الحمد لله والشكر لله ان الناس بتشجع بشكل كبير جدا للنادي الاهلي، مش بس جماهير النادي الاهلي، جماهير مصر. وبالتاكيد انت بتلعب ريال مدريد واحد من اكبر الفرق في العالم، فحتى كنواحي فنيه وكمباراه كلنا منتظرين ان النادي الاهلي ان شاء الله يؤدي مباراه للتاريخ زي ما بنقول كده، ويساعدنا كلنا ان شاء الله ونشوف في النهائي الاهلي والمصري والهلال السعودي ان شاء الله باذن الله. ما هو برضه الاهلي ان شاء الله يعني. ما هو برضه الناس لما هتلاقي مذيع زملكاوي عتيد يشجع الاهلي في المباريات الدوليه اكيد برضه ليها صدى. يعني رساله طبعا. دلعونا مش كده. اعملوا لنا شاشه هنا جوه البرنامج. السنه الجايه بقى حضرتك اديت رساله مهمه والله امبارح حقيقي. وخلي بالك يعني الامور دي بدات فعلا في مصر، الامور بعيدا بقى عن اي مشاحنات او كذا هامشيه صدقني، لكن في النهايه المنظومه لا ماشيه في اتجاه ان انت طبعًا الناس طبعًا منتظره مباراه النادي الاهلي، ومنتظره تشوف ريال مدريد، ومنتظره ان فريق مصري بعلم مصر كده يكون موجود في المباراه النهائيه ويحقق لقب البطوله لاول مره في تاريخها. لا الحاله دي موجوده بالفعل يعني الحمد لله والشكر لله. وباذن الله سبحانه وتعالى بما انك بقى ذكرت انه يا رب كده نشوف النهائي يبقى اهلي وهلال، احنا السنه الجايه عايزين باذن الله بقى يبقى النهائي الزمالك والنصر السعودي. يلا ان شاء الله باذن الله. خلينا نسيبها فيها الزمالك. احنا عندنا كل سنه في اربع فرق من مصر بيشاركوا في البطولات الافريقيه، سواء اثنين في بطوله الابطال واثنين في الكونفدراليه. طبعا ان شاء الله الاهلي والزمالك دايما هم في المقدمه ومعانا باذن الله. ونتمنى يا رب دايما في انديه، احنا كل دول احنا معاهم مفيش، وانديتنا والله قادره انها تعمل تاريخ بجد. طبعا سواء الاهلي او الزمالك قادرين بجد ان هم يوصلوا لمسافات ابعد من كده كمان، ويحققوا بطولات غير مسبوقه فعلا. يعني احنا بنساعد وبندعم ومراهم. وخلي بالك يعني عايز اقول ملاحظه مهمه لازم نشكر الناس الحقيقه، بعثتنا الدبلوماسيه في المغرب ادت دور رائع جدا، ومن خلال اتصال حتى مباشر يومي تقريبا بين الوزير وبين سفيرنا في المغرب، بعثتنا الدبلوماسيه حاجه مشرفه جدا في دورها اللي بتاديه. تأكيد بنشكر جماهير المغرب لمساندتها ومواظرتها للنادي الاهلي، ولامسين ده جدا في المدرجات والتشجيع الحر جدا. حاله الحقيقه يعني نقدر نقول كده حاله عملها النادي الاهلي، سواء ما يتعلق بجماهير النادي الاهلي بالجماهير المغربيه او بالجماهير المصريه، متابعين ومترقبين جدا مباراه ريال مدريد. ان كان عندنا اجتماع كده يوسف النهارده مع اخواننا في السعوديه بخصوص بعض المشروعات المشتركه بحضور معالي الوزير الشباب والرياضه. حلو. ووفد سعودي اونلاين. حلو. عايز اقول لحضرتك يعني السعوديين اشاروا للمباراه وان هم منتظرين بكره يتفرجوا على مباراه النادي الاهلي وريال مدريد. يعني هي في حاله كبيره جدا. انا متاكد ان الجمهور السعودي هيشجعنا، متاكد كل الجماهير العربيه انا عارف انها في ظهرنا وهتقوم بحمله تشجيع مذهله باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله. ده حقيقي ان شاء الله. اشكرك جدا 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 يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا، وتحياتنا لكم. استاذ محمد الشاذلي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضه.